قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا براهين واضحة جلية تدل على ضعف وعجز هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، فكيف يعبدون؟ قال مبينا ضعفهم وهم يخلقون، فكيف يكون المخلوق معبودا من دون الله؟ ولذا قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالقسمة ثلاثية، لا يمكن أن تكون رباعية، إما أن يكونوا خلقوا من عدم من غير شيء من دون أن يخلقهم خالق، وهذا يستحيل لأنه ما من مخلوق إلا وله خالق، أو أنهم خلقوا أنفسهم أم هم الخالقون. فإذا انتفى أن يكونوا خلقوا من غير خالق أو أنهم خلقوا أنفسهم، ألزموا بأن يقروا بأن، وهم يقرون بهذا، أن الذي خلقهم هو الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. ثم ماذا قال؟ بل لا يوقنون. هم يقرون ويعترفون لكنهم لا يوقنون ولا يرعون ولا يستجيبون.